السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا من كل مكان، أهلا بكم جميعا بالقناة. عملت اختبار الحمل وعايزة تتأكد أكتر، يبقى لازم تعرفي أكتر عن تحليل الحمل الرقمي اللي هو اسمه بيتا اتش سي جي. تحليل الحمل الرقمي بتكون نتائجه سريعة وبدقة عالية جدا. تعالوا مع بعض من خلال هذا الفيديو نتعرف على تحليل الحمل الرقمي وما تشير إليه الأرقام وإزاي نفسر نتيجة التحليل، فخليكم معنا للنهاية. ولو أنتم بتشوفونا أول مرة شرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. تأخر الدورة الشهرية هو عبارة عن أول علامات الحمل، وعشان تتأكدي إنك أنت حامل فهنعمل اختبار الحمل بالدم. اختبار الحمل بالدم هنا بيحتاج نسبة معينة من الهرمون تكون موجودة بالدم عشان يظهر انك انت ايجابي وحامل، وبالتالي لو ظهرت النتيجة سلبي مش هقدر احدد اذا كانت النتيجة هنا سلبية بسبب نقص الهرمون او بسبب عدم وجود الحمل. فعشان كده بنعمل اختبار الحمل الرقمي وده بيظهر النتيجة بدقة سواء كان الهرمون كتير او قليل، وبنقدر نحدد من خلال الحمل الرقمي عمر الجنين من خلال ميعاد الحمل. كمان بيستخدم تحليل الحمل الرقمي في حاجات معينة زي ايه مثلا الكشف المبكر عن الحمل ومعرفة عمر الجنين، حيث يبدأ تحليل اختبار الحمل الرقمي وعمر الجنين في الأسبوع الأول من 5 إلى 50. يعني مثلا النتيجة الموجودة معانا هنا 125، ده المعدل الطبيعي لعمر الجنين بيكون من كام؟ من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الثاني من 50 إلى 500، يبقى كده عمر الجنين في الأسبوع الثاني. وفي الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الثالث بتكون النسبة من 500 إلى 5000، وفي الأسبوع الثالث إلى الرابع بتكون النسبة من 5000 إلى 10000 وهكذا. يبقى من خلال نتيجة اختبار الحمل الرقمي بنقدر نحدد عمر الجنين المحتمل من ميعاد الحمل. طب النتيجة بتكون إيجابي بعد كام؟ إذا كانت النتيجة أعلى من 5 فهنا في حمل موجود. طب لو كانت النتيجة مثلا أقل من عمر الجنين المحتمل فبنبدأ نعيد اختبار الحمل تاني بعد 48 ساعة عشان نقدر نشوف هل الجنين ينمو بطريقة طبيعية ولا لا. طب ليه بعد 48 ساعة؟ لأن نسبة الهرمون تتضاعف بعد 48 ساعة. فمثلا إحنا النهاردة عندنا التحليل 125، بعد 48 ساعة هتكون النتيجة تتعدى 250. كمان اختبار الحمل الرقمي بنعرف من خلاله هل الحمل ده طبيعي أم غير طبيعي داخل الرحم وخارج الرحم. في بعض حالات الحمل المختلفة عندنا زي الحمل خارج الرحم أو الحمل العنقودي اللي هو دول أنواع من أنواع الحمل الغير طبيعي، ده بنعرفه من نتيجة اختبار الحمل. فمثلا في حالات الحمل العنقودي بنلاقي نتيجة اختبار الحمل هنا نتيجة أكبر بكثير من المعدل الطبيعي لعمر الجنين، يبقى هنا الطبيب بيبدأ يشك في الحمل العنقودي فبيعمل عملية أشعة على الرحم وسونار ومن خلاله بيقدر يحدد هل الحمل ده طبيعي أم لا. كمان بيستخدم كاختبار تأكيدي بعض الحقن المجهري، بعد عمليات الحقن المجهري بنعمل اختبار الحمل تأكيدا لنتيجة الحقن المجهري. عشان كده الحمل الرقمي دقيق أكثر ونتائجه ثقة أكثر. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.